بين نخيل الأحساء ولد في الدمام مدينة البحر. هناك كانت طفولتي الأولى. كانت أمي تحضرني لأني أخلفها على المنبر الحسيني. تزوجت طفلة وأصبحت أم لأطفال وأنا طفلة. أتممت دراستي في ظروف صعبة. انتقلت للرياض مدينة الصحراء وهناك نضجت. حاربت التطرف والإرهاب إلى أن فقدت ابني، ولكني استمريت في اتجاهي هذا. انتقلت من منبر حسيني إلى منبر الشعر، إلى منبر الفكر، إلى منبر الوطن.